نروح للعد التنازلي بعض الاسئله وبعد كده نشوف بقى الكومنتس بتاعت الجمهور. انت فعلا كنت هتنضم للزمالك في عام 2021؟ كانت الدنيا قريبه. السؤال اللي بعد كده، مين افضل مهاجم لعبت معاه خلال مسيرتك حتى الان؟ كابتن امل مدى. السؤال اللي بعد كده، مين افضل مدرب تدربت تحت قيادته؟ والله مدربين كتيرة، ما اقدرش اقول لك مدرب يعني بعينه، بس في نماذج كبيرة. انا طلعت مع مستر باسيرو في النادي الاهلي، لما رحت الجونة كان موجود كابتن رضا شحاتة، لما سافرت كان ويلفريد نانسي من افضل المدربين، الواحد تعلم منهم حاجات كتيرة. كابتن ايهاب جلال مع المنتخب، مستر جوميز فعلا اتظلم مدرب. كابتن ايهاب جلال في تجربته على المنتخب؟ والله انا شايف اللي هو خد فرصه حقيقيه يعني، بس ده حال الكوره يعني في مصر يعني. السؤال اللي بعد كده، هل فريق الزمالك الحالي قادر على حصد كل البطولات؟ بمجهود كل لعيب يدي 100% اكيد ان شاء الله هنحارب على كل البطولات يعني. السؤال اللي بعد كده، مين الأقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم؟ المنافسة لسه موجودة إن شاء الله، وهنسعى لده لآخر نفس، لآخر أسبوع في الدوري إن شاء الله هنفضل ننافس عليه. السؤال اللي بعد كده، مين أكتر مدرب تعرضت للظلم تحت قيادته؟ أما يعني مفيش حاجة اسمها ظلم، أو يعني ما كانش مقتنع بيك، ما ادكش الفرصة اللي أنت كنت تتمناها. والله المواقف دي بتعلمك في الكورة، اللي أنت حتى لو المدرب مش مقتنع بيك، اللي أنت تبدأ تشتغل أكتر عشان تثبت له، ده يبقى انتصار ليك ولذاتك يعني ولشخصيتك. فأكيد أنا عديت على مواقف كتيرة مش هقدر أذكرها على ناس معينة، بس الحمد لله يعني في كل فترة أنا كنت بتعلم من الفترة دي. هاي السؤال اللي بعد كده، هل تتوقع عودة رمضان صبحي الأهلي أم انتقاله للزمالك، وأنا أزود عليه أم بقائه في بيراميدز؟ والله رمضان لعيب هايل يعني، هو جيلي وأنا عارف رمضان من واحنا صغيرين، فهو مستقبله هو اللي يحدده، ما اقدرش اللي انا تتمنى وجوده في الزمالك رمضان اضافه عشان لاي يبقى زميلك يعني؟ اضافه لاي مكان يبقى موجود فيها اكيد يعني. تقول له إيه في الأزمة اللي هو بيمر بيها دلوقتي؟ والله اتمنى ان شاء الله اللي هو الازمه تعدي على خير، ويرجع يلعب بشكل طبيعي، ما يبقاش فيه وقفه ولا اي حاجه، وانا متاكد من رمضان يعني ومن شخصيته اللي هو يرجع اقوى يعني. تعالوا نروح بقى لاسئله الجمهور، وبعتذر لحضراتكم مره تانية ان احنا ما قدرناش ناخد كل الاسئله وكل التعليقات. ادم عثمان ناوي على احتراف تاني مع نادي اكبر من مونتريال، ورايك في اختيارات القائمه للمنتخب، والف سلام عليك وترجع اقوى يا رب. من يوم ما طلعت وانا من الناشئين النادي الاهلي، واي حد بيسالني حلمي، حلمي ان انا احترف، ايه النادي اللي نفسك تلعب فيه؟ نفسي العب في برشلونه ونفسي العب في الليجا يعني عامه، ف ده حلم انا يعني، هو دايما ربنا يناوله لك يعني. يا رب ويكتبه يا لك. احمد مصطفى الصفطاوي، احمد حمدي عقليه محترمه جدا وراسي في كلامه، نوعيه لاعب مش موجوده اليومين دول، ربنا يرجعك بالسلامه يا كابتن ماجد. الله يسلمك. بعد كده بيشوي اكرم، تقييمك لاداء الزمالك دلوقتي وقبل الصفقات الجديده، والف سلام عليك يا ابو قلب ابيض. الله يسلمه. في الاول اكيد الصفقات اللي جت لنادي الزمالك ادت اضافه مع الناس اللي موجوده قبل كده برضو، لان هي الفرقه فيها عناصر زي زيزو، فتوح، شيكابالا، جزيري، حمزه، حسام، كل اللعيبه، صبحي، عواد، فاكيد الناس اللي جت فبيدوا اضافه للمكان يعني. حنين حسن بتقول لك منور الشاشات كابتن احمد حمدي، سؤالي مين اكتر لاعب دمه خفيف في التيم ودايما بيفرفشكم؟ دونجا يعني. دونجا. عمرو سعيد بيقول لك يا هنانا ساعدنا حمدي وشيكا عندنا. بعد كده طارق يحيى، مين اللاعب الزملكاوي المعتزل اللي كنت تتمنى يكون موجود مع جيل الزمالك الحالي؟ كابتن حازم امام طبعا يعني. حازم امام الكبير. طبعا. طبعا تعلم ده امبراطور الكره المصريه. مختار مكي، مين مثلك الاعلى؟ والله يعني في لعيبه كتيره يعني، في مصر وفي بره، انا بحب قولي اتفرج قولي عليهم. واحد هنا واحد هنا، او اتنين هنا واتنين هنا. يعني انا في مصر كنت احب كابتن ابو تريكه، كابتن حازم، حسام غالي،
كابتن حسن عبد ربه بره مصر. بره انا بحب ميسي جدا، بحب انيستا، تشافي، لعيبه في اسمه. ايه سمير، شايف تجربه الزمالك لحد دلوقتي عامله ازاي؟ جمايلك كترت علينا ومرسي على الكونفدراليه. والله يعني ده الطبيعي، المفروض نادي الزمالك يبقى على منصات التتويج دايما، فان شاء الله مزيد من البطولات. يعني احمد حسن، ترجع بالف سلامه يا احمد، انت من اللعيبه المحترمه اللي انتقالك كان بهدوء وليك محبه عند الاهلاويه لاحترامك لجماهير الاهلي والنادي. بعد كده حميد دينز، احساسك ايه في لحظه ما سجلت الهدف في نهضه بركان واستاد القاهره كله بيهتز من الفرحه، من فرحه الجمهور؟ والله شعور لا يوصف، يعني من افضل لحظات حياتي، يعني اللي الناس دي كلها ترجع سعيده ومبسوطه. طب ناخد الراحه دي، معلش انا عارف ان الوقت بيجي، بس احمد خلف او احمد سليم، احمد حمدي الموهوب اللي الواحد فرح جامد والله لما عرف انه في الزمالك، لان حمدي موهوب خلوق ولاعب عنده عقليه على اعلى مستوى، عملت رصيد في قلوبنا حمدي ومستنيين منك اكتر واكتر يا بطل، متاكدين انك هترجع وهتكسر الدنيا ان شاء الله. طبعا احمد انا مش عايز اقول لك يعني بجد حرفيا والله في الاف الكومنتس، بس احنا ما الوقت مش ساعفنا، فانا بعتذر لحضراتكم مره ثالثه ورابعه وخمسه وعشره. احمد تشرفتنا ونورتنا وسعدنا بيك، وانا بصراحه مبسوط جدا على المستوى الشخصي بعقليتك وبشخصيتك وبردودك وبطريقه تفكيرك، واجهه مشرفه ومحترمه وعقليه مشرفه ومحترمه، نتمنى ان هي تبقى موجوده عند كل لاعبتنا، فانت شرفتنا وربنا يشفيك وترجع بالف مليون سلام عن قريب يا رب. حبيبي يا ابراهيم، وانا كنت سعيد اللي موجود مع حضرتك بس، وان شاء الله تكون حلقه الناس كلها اتبسط منها. بس قبل ما اختم، بس حابب اشكر والدي ووالدتي واخواتي، قعدوا معايا بظروف صعبه كبيره، وهم دايما السند والدعم ليا، فاتمنى ان هم يكونوا فخورين بيا وبابنهم بتربيتهم والمكان اللي انا موجود فيها. وحابب اشكر مستر ممدوح عباس من اول يوم وهو بتواصل معايا عشان يطمن على رجلي وكده، فحابب اشكره على كل المجهود اللي بيبذله عشاني. والراجل ده قد ايه هو بيحب نادي الزمالك ومخلص حتى لو هو مش موجود في نادي الزمالك. يعني شرفتنا ونورتنا يا ابو حميد، حبيبي كل الشكر ليك.